السلام عليكم خوتي مرحبا بكم في درس جديد على القناه ديالكم استفهام عام اليوم ان شاء الله جيت باش نهضر لكم على واحد النصبه اللي وقعت لواحد الصديق ديالنا وداو ليه 40 الف درهم اللي هي 4 ديال المليون سنتيم من الحساب ديالو سي اش بانك كيفاش وقع ليه حتى داو هذا المونطو هذا واشنو هما الاجراءات اللي خصني ندير انا باش نحافظ على الحساب ديالي وما نوقعش في نفس الخطا اللي وقع فيه هذا الصديق ديالنا فباش نحطكم في الصوره خوتي هذا الصديق ديالنا كيبيع الهواتف في اكادير تواصل معاه واحد الشخص من مراكش وبغي يشري من عنده واحد الهاتف وقبل ما يشري من عنده هاد الهاتف هذا النصاب طلب من الصديق ديالنا انه يصيفط ليه رقم الحساب ديالو باش يفيرسي ليه المونطون اللي اتفقوا عليه ومن بعدها كذلك هذا النصاب طلب من الصديق ديالنا انه يصيفط ليه نسخه او صوره ديال البطاقه الوطنيه ديالو وللاسف الصديق ديالنا صيفط ليه هاد النسخه او الصوره ديال البطاقه الوطنيه اذا هنا كاينين ثلاثه ديال الحوايج اللي لا تجمعوا فراه مشكلة ومشكل بزاف رقم الهاتف ديالك رقم الحساب البنكي ديالك وكذلك صوره البطاقه الوطنيه ديالك فكما كتلاحظوا خوتي المجرم هنا جمع هذه المعلومات بثلاثه اول حاجه دار ان شاء الله جونس ديال اتصالات يعني معرفش بالضبط واش اتصالات ولا انوي ولا ميدتيل المهم اجونس ديال الهواتف وطلب منهم انهم يعطيوه نمره اخرى بحجه ان النمره ديالو طاحت ليه وكما كتعرفوا الا بغيتي تبدل النمره ديالك او الا بغيتي تاخذ النمره ديالك بدعوى انها مشات لك النمره او طاحت لك او تبلوكات فخصك دير البطاقه الوطنيه ديالك والرقم الهاتفي ديالك وغادي يبدلوها لك وهذه هي الثغره اللي كيستافدو منها النصابه في هذه الاونه الاخيره فهاد النصاب ملي ان شاء الله عطاهم صوره ديال البطاقه الوطنيه وعطاهم رقم الهاتف عطاوه النمره مباشره ومباشرة الهاتف دياله بلاي ملي عطاو النمرة مشا للهاتف ديالو دخل البلاي ستور وانستالا التطبيق ديال سي اش ملي أنستلاه كيف كتعرفوا رقم المستخدم كيكون هو عبارة عن خمسة ارقام الاولى من الحساب ديالنا وهذا كيتوفر عليه هذا النصاب لانه ديجا عنده الحساب ديال الشخص الضحية وهنا غادي يمر المود باس المود باس اسهل حاجة هي انك دير مود باس اوبلي يعني نسيت المود باس اون إيه فوا دار لهم مود باس اوبليي في التطبيق رسلوا ليه كود في رسالة في رقم الهاتف اللي ديجا مسجلو في الحساب ديالو سي اش وبالتالي هنا تمكن انه يفتح التطبيق ومباشره ملي فتح التطبيق ولسوء الحظ واحد الميزه ضافتها سي اش هي سي اش اكسبريس فيمكن لك تسحب الاموال ديالك عن طريق هذه الخاصيه انطلاقا من واحد الكود اللي كيوصلك في الهاتف ديالك فاش دار ماض دخل الذي اللي بغى يسحب عن طريق هذه الخاصيه ووصلوا الكود في الهاتف ديالو وبالتالي مشى للشباك الالكتروني اللي هو الكيشي وتيرا الفلوس ديالو وكما كتلاحظوا في الصوره فبقى كيتير 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم, ألفين درهم حتى وصل لهذا المبلغ ديال 40000 درهم ولولا ان هذا الشخص او الضحيه فقه المشكل اللي وقع عليه لانه لقى الريزو مشى ليه من تليفونه مشى يبغي يدير واحد الريكلاماسيون في اتصالات لقى بان النمره خدامه ولكن خدامه عند شخص مجهول واول حاجه دارها هو مشى للبنكه لقى بان هاد لي مونطون كاملين اللي امامكم تسحبوا وفي الظرف اللي هو قياسي ومشى بلوكا الحساب ديالو باش ما يزيدش هاد النصاب هذا يخرج اموال اخرى اذا خوتي كيف ما كتلاحظوا هاد النصاب الثغره اللي استغلها هي ثغره نتاع البطاقه الوطنيه كنديوها لاجونس ديال الاتصالات وكنقدروا ناخذوا النمره اللي مسجلينها بها لذلك خوتي ردوا البال البطاقه الوطنيه عمركم ترسلوها لشي حد وراه واحد القضيه اللي ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس هاد البطاقه الوطنيه ما يمكنش تعطيها لشي حد الا الامن الا طلب منك لاكارت تقدر تعطيها ليه اي واحد اخر ما تعطيش لاكارت ديالك وثاني حاجه غنخلي لكم واحد الارقام اللي كيبانو قدامكم فهاد الارقام حسب كل اجونس ديال الاتصالات فيمكن لكم تتواصلوا مع هاد لاجونس وغادي تصيفط لكم نسخه من الكونترا اللي دايرينها بالاسم ديالكم وبرقم الهاتف ديالكم باش نهار لا قدر الله كان غيوقع شي مشكل ولا شي حاجه تقدروا تدليو بهذه الوثيقه وبالتالي غتسهل عليكم بزاف ديال الحوايج اذا خوتي نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس ونصيحه اخرى خوتي خصوصا الاصدقاء اللي كيخدموا اونلاين كيشري كيبيعوا او شي معاملات اخرى فردوا البال خوتي اي حاجه بغيتي ديرها فكر قبل ما ديرها والحاجه اللي بانت لك ماشي هي ما تحاولش ديرها وخصوصا الطمع ما تطمعوش فغالبا هاد النصابه كيطمعوا الضحايا ديالهم فما تطمعش اخي الكريم اللي طمع فيها كلها كيخليها كلها الخوت هذا الفيديو بغيتكم تبارطاجيوه بزاف وبغيتو يوصل اكبر عدد ممكن من الاصدقاء لانك فاش توصل هاد المعلومه لواحد الشخص اخر فبالتالي انقذتيه بزاف ديال الاصدقاء غادي يعاو وما غاديش يكونوا ضحيه بحال هاد المجرمين اللي كيتربصوا بينا اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو اذا خوتي اللي باقي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول